الوكيل ملموس والسلعه رقميه والعمليه رقميه تسمى تجاره الكترونيه جزئيه. اما اذا كان الوكيل رقمي والسلعه رقميه والعمليه رقميه تحول كلها تسمى شنو يا جماعه تجاره الكترونيه بحته. ونواصل من قطع من حديث. اليوم نتكلم عن الكترونيك بزنس، يرمز الينا بالاي بي الكترونيك بزنس. احنا يا جماعه عندنا مصطلحين يتشابهوا مع بعض، عندنا الاعمال الالكترونيه الكترونيك بزنس، وعندنا الالكترونيك كمير التجاره الالكترونيه. لابد نفرق ما بين التجاره الالكترونيه والاعمال الالكترونيه. فنجي نشير ايش المقصود بالاعمال الالكترونيه او ما يرمز اليها بالاي بي اي بزنس. الاعمال الالكترونيه يا جماعه هي استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لاداره مختلف اعمال المؤسسه، وهي تتضمن التجاره الالكترونيه والتعليم الالكتروني والاعمال التعاونيه. ونحن بنسوي شنو من الاعمال الالكترونيه؟ طيب الصوت ده راح يا اخوان، انا ما اعرف الصوت، هل مسموع؟ الصوت واضح؟ طيب اختي الفاضله، رجاء يا اختي منال، الرجاء الخروج والدخول واستخدام سماعه الاذن. طيب انا ما افرق لكم بين الاثنين دول يا اخوان ويا اخوات، الاعمال الالكترونيه والتجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه هي عمليه شنو يا جماعه؟ هي العمليه التي يتم فيها البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الشبكه. يعني عمليه بتاع البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات والاموال عبر الشبكه. التجاره الاعمال الالكترونيه اشمل اوسع، يعني ليس هناك تطابق بين الاعمال الالكترونيه والتجاره الالكترونيه. الاعمال الالكترونيه تشمل عمليه البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات، بالاضافه الى التعليم الالكتروني والاعمال التعاونيه وكل نشاط الكتروني داخل يا جماعه المؤسسه، فهي اشمل واوسع. ايوه التجاره الالكترونيه تبع ضمن الاعمال الالكترونيه، التجاره يعني التدريب الالكتروني، التعليم الالكتروني، العمل التعاوني واداره التوريد واداره العلاقه مع الزبائن، تخطيط موارد الشركه وخلافه. طيب الاعمال الالكترونيه زي ما قلنا هي اشمل، وهي تتضمن التجاره الالكترونيه. وكل تطبيق من تطبيقات الاعمال الالكترونيه، كل تطبيق يعتمد على التقنيات. الاعمال الالكترونيه تقوم بمجموعه من الانشطه. طيب واحد منها اداره سلسله التوريد، يعني من الانشطه بتاع الاعمال الالكترونيه يمكن ان تستخدم في اداره سلسله التوريد او ما يعرف بالسبلاي تشين مانجمنت، يرمز اليها بالاس سي ام سبلاي تشين مانجمنت. او ايضا من الانشطه التي يمكن ان نقوم بها من خلال الاعمال الالكترونيه هي الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت سي ار ام. المصطلحات مهمه يا اخوان، كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اداره العلاقه مع الزبون، والانتربرايز ريسورس بلاننج، تخطيط موارد المؤسسه، يرمز اليها بالاي ار بي. هذه كلها من الانشطه التي يمكن ان تتم من خلال الاعمال الالكترونيه. طيب الاعمال الالكترونيه يا اخوان واحده من اهم الممارسات نحفظها يعني باختصار كامل. انا ما اعرف يا مايك الصوت مشوش من وين؟ الناس تقول الصوت واضح. ماجد حسين. احنا يا جماعه عندنا يا اخوان ما نرجع ورا، كل ما نحن ما نمشي لقدام نرجع ورا، يعني احنا عندنا المصطلحات واضحينها بشكل محدد في قائمه المصطلحات، فيبقى الرموز مهمه والمصطلحات مهمه، حتى ما هو موجود في قائمه المصطلحات. فهمت علي؟ طيب
احنا لو بدأنا يا اختي ايمان نتكلم بكلمه كلمه ما حنكمل شيء، يعني احنا عندنا كميه هائله من المعلومات. فاذا في حاجه ما واضحه ممكن ان احنا يا اختي نتم عليك، لكن لو بدينا نقول كلمه كلمه يصعب علينا ان نخطي 30% من المقرر، واذا حبينا بهذه الكيفيه ما عندنا مشكله. طيب احنا قلنا يا جماعه من الانشطه التي تقوم بها الاعمال الالكترونيه عندنا اداره سلسله التوريد Supply Chain Management يرمز اليها بالـ SCM، او ايضا عندنا نشاط اداره العلاقه مع الزبائن بطريقه الكترونيه الـ Customer Relationship Management يرمز اليها بالـ CRM، وعندنا تخطيط موارد المؤسسه هو نظام يسمح للمؤسسه ان تدير نشاطها بطريقه الكترونيه يسمى الـ Enterprise Resource Planning. طيب نحن لو جينا قلنا الاعمال الالكترونيه هي اشمل واوسع نطاق، وهي تسمح للمؤسسات والافراد لتنظيم اعمالهم بطريقه اسمها يا جماعه مهنيه جيده الان بتستخدم فيها اسمها يا جماعه التقنيه. طيب عندنا تاريخ التجارة الإلكترونية، يعني إذا أردنا نعمل التجارة الإلكترونية كنشاط متى بدأ وكيف تطور. في بداية السبعينات ظهر النظام بتاع الإلكترونيك فاوند ترانسفير النقل الإلكتروني للاعتمادات المالية، ده ظهر بداية سنة جماعة السبعينات، وهو تحويل الأموال بطريقه اسمها جماعه الكترونيه بين البنوك عبر شبكات امان عاليه، دي بدايه السبعينات، دي اول خطوه. طيب احنا في البدايه قلنا الانترنت ظهر 200 سنه 1969، لكن ما اصبح يستخدم بصوره علنيه الا في التسعينات بالذات عندنا في مجتمعاتنا هنا. طيب في بدايه الثمانينات ظهر التبادل الالكتروني للبيانات الالكتروني دوكمنت انترتشيج يرمز اليه بالـ EDI، هو تبادل المستندات بطريقه الكترونيه بين الشركات. طيب المفهومين بين يا اخوان النقل الالكتروني للاعتمادات الماليه والتبادل الالكتروني بالنسبه للبيانات او المعلومات، ديل ساعد في ظهور تطبيق التجاره الالكترونيه. الناس فكروا قالوا طيب احنا قادرين نحول اموالنا بطريقه الكترونيه وقادرين نحول المستندات بطريقه الكترونيه، فلماذا لا نقوم بالتجاره عبر الشبكه؟ لماذا لا نقوم بالتجاره عبر شنو يا جماعه؟ الشبكه. فظهرت فكره تطبيقات التجاره الالكترونيه نتيجه لظهور النقل الالكتروني. ده التاريخ 1969 بدايه الانترنت، بدايه ظهور الانترنت بصوره عامه على مستوى العالم. طيب بدايه السبعينات قلنا ظهر نظام نقل الالكتروني للاعتمادات الماليه، وبدايه الثمانينات ظهر التبادل الالكتروني للبيانات او ما يرمز بالالكترونيك دوكمنت انترتشينج. التجارة عبر الانترنت ظهرت بصورة واضحة سنة 1995، يعني سنة 1995 أول نشاط للتجارة الإلكترونية عبر الانترنت، فظهرت التطبيقات بتاعت البيع عبر شنو يا جماعة؟ الشبكة. سنة 1995 ظهرت تطبيقات التجارة الإلكترونية عبر شنو يا جماعة؟ الإنترنت. سنة 1999 بدأ الناس يتكلموا عن بعض المفاهيم، يعني كانت التجارة السائدة هي التجارة الإلكترونية بين المنظمة للمستهلك.
ايوه تطبيقات الامازون سوق دوت كوم نمشي خلاف دي كلها نسميها تطبيقات البنوك، تطبيقات كريم، تطبيقات امورمي، تطبيقات العملات شركات، دي كلها تطبيقات جاءت، تطبيقات سفر سياحه ترافقوا، ومئات الاف من التطبيقات للتجاره الالكترونيه. طيب التجاره الالكترونيه دي بتتبرر، ظهرت تجاره الكترونيه بين المنظمات والمستهلكين، يعني تجاره بتاعت بيع مفرد يروج اليها بالبي 2 سي. يعني اول نشاط للتجاره الالكترونيه هو التجاره الالكترونيه بين المنظمات والمستهلك، لكن بعد ذلك ظهرت تجاره الكترونيه بين المنظمات التي يرمز اليها بالبي 2 بي. يعني دي تعتبر نقله كبيره في النشاط الالكتروني، هو المنظمات ان تنشط وتتبادل بطريقه شنو يا جماعه؟ الكترونيه. وبعد ذلك الشركات الصغيره اصبحت تمتلك شنو يا جماعه؟ المواقع بصوره اساسيه. فعندنا نحن يا جماعه مجموعه كبيره من تطبيقات التجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه بين المستهلكين، تجارة إلكترونية بين الوزراء، تجارة إلكترونية عبر الموبايل، تجارة إلكترونية بين المنظمات، تطبيقات الحكومة الإلكترونية وخلاف. طيب الآن كل حد فيكم ممكن بإمكانه يمتلك موقع على الشبكة ويعمل تطبيق لتبادل سلعة محددة أو خدمة يا جماعة محددة، دي ما فيها مشكلة. طيب في اسباب ودوافع بالنسبه للتجاره الالكترونيه. دوافع التجاره الالكترونيه بنقسمها الى دافعين رئيسيين، يعني الاسباب نهوض والارتقاء بالتجاره الالكترونيه. في دوافع تقنيه، يعني في دافع تقني قوي جدا جعل الشركات ايوه تتجه نحو تطبيقات التجاره الالكترونيه. الدافع الثاني الدافع الاقتصادي، وينبغي هنا يا اخوان ويا اخوات ان نفرق ما بين الدوافع التقنيه والدوافع الاقتصاديه. طيب الدوافع التقنيه ادت الى ازدهار التجاره الالكترونيه، ازدياد ظهور التقنيات الجديده، يعني نحن الان يوميا في برمجيات وفي انظمه وفي انشطه، والتقنيه في استمرار وفي تطور، ده واحد من الاسباب. اثنين كميه المعلومات الموجوده على الشبكه المتبادله، يعني الان اذا دخلت الشبكه في كميه هائله من المعلومات، وهذه لا يمكن ان توفر الا من خلال الشبكه. الامر الثالث التقنيات حتى جيده وممتازه وان اسعارها منخفضه. يا اخوان في بعض ادوات انشاء المواقع مجانيه، في بعض الشركات اوبن سورس بتنتج ادوات مجانيه، مايكروسوفت وخلافه دي ادواتها شويه لانشاء، عندنا خادم الويب، برمجيه الخادم، وقاعده وبرمجيه قاعده البيانات وخلافه، دي شويه اسعارها عاليه. لكن يا جماعه في كثير من الشركات بتنتج منتجات تقنيه اسعارها مخفضه. هذه اسباب نعتبرها من اهم الاسباب او الدوافع التقنيه التي ادت الى نشوء تطبيقات التجارة الإلكترونية. في دوافع أخرى، دوافع اقتصادية. ظهور العولمة. ظهور العولمة يا جماعة هذا الأمر جعل أن هناك حدة في التنافس، مما جعل الشركات أن تبحث لها عن وسيلة تتميز بها وتصل بها إلى العالمية. ولا نوجد أفضل طريقة من شنو يا جماعة؟ الشبكة. توصل الطوارئ سريع من مستوى محلي لوكال الى جلوبال عالمي. ايضا الاتفاقيات الدوليه فيما يتعلق بنظام التجاره الدولي. ايضا انخفاض الاجور في بعض البلدان العامله، يعني على سبيل المثال شركه تايوتا الان بتنتج منتجاتها في تايوان، ليه؟ لان الايدي رخيصه. طيب انا الان ممكن امشي دوله الايدي العامله فيها رخيصه وانشئ موقع تصنيع خلافه ومن خلال اسوق بطريقه الكترونيه لانه ممكن اللي يمشي. ايضا التغيير السريع في الاسواق، هذه الاسباب
أو هذه الدوافع الاقتصادية إن كان ظهور العولمة أو اتفاقات التجارة الإقليمية أو انخفاض الأجور أو تغيير السعر في الأسواق مع الدوافع الثمنية كلها ساهمت في ظهور تطبيقات التجارة الإلكترونية بصورة أساسية. طيب بدنا نشوف فوائد التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية أخوان عندها فوائد بالنسبة لنا نحن كزبائن، عندها فوائد وأيضا عندها فوائد بالنسبة للمنظمات وعندها فوائد بالنسبة للمجتمع. من فوائد التجارة الإلكترونية بالنسبة للمؤسسات هو توسيع الأسواق، أي بمعنى أن الشركة تستطيع أن تصل إلى الأسواق العالمية دون ما عناء أو تعب. توسيع يعني زي ما ذكر أخونا بندر توسيع الأسواق وتنوعها، يعني الآن إيزي جدا يا بندر تنشئ لك موقع في الشبكة والتاجر على مستوى العالم. ايضا زي ما ذكرت اخوتنا قال سهوله الوصول الى السوق العالمي، يعني سرعه الوصول الى السوق العالمي. ايضا يا جماعه من فوائد التجاره الالكترونيه هي خفض الكلفه، كلفه المعاملات. يعني احنا الان بكون نو بيبر، الناس ما بتتعامل باوراق وفي خفض للوقت وما في عماله كثر، ما في فواتير كهرباء، ما في فواتير مويه، ما في مساحه مشغوله، ما في مصانع مخازن، دي كلها بتعمل خفض للتكلفه. وبالتالي تزداد الربحيه وتنخفض الاسعار. تقليل زمن وصول المنتج الى السوق. يعني الان انا الان لو داير اشتري كتاب ظهر الان في امازون ممكن الان يصل لي في الرياض. معناته شنو يا جماعه؟ من فتره ظهور الكتاب لحد ما وصل الى الرياض ممكن تكون ساعه. بدون مشاكل. ايضا من فوائد التجاره الالكترونيه بالنسبه للمؤسسات تخصيص الزباين. يعني اول حاجه نتعرف على العملاء من حيث حاجاتهم ورغباتهم، ومن خلال هذه الحاجات والرغبات نستطيع ان نبني قاعده بيانات عن هؤلاء العملاء، ثم نعمل على تخصيص الاعلانات وتخصيص المنتجات لهؤلاء الزباين حسب ما يرغبون. ايضا ادخال نماذج اعمال جديده. يعني احنا الان ايزي جدا ما نتقيد باشكال محدده او باصناف محدده في عمليه البيع والشراء بالنسبه للتجاره الالكترونيه، فنستطيع ان ندخل نماذج اعمال جديده بناء على رغبه الزبائن. نعم تعداد. ايضا هذه نسميها يا جماعه فوائد التجاره الالكترونيه بالنسبه للمؤسسات. طيب نجي فوائد التجاره الالكترونيه بالنسبه للزباين. يعني تمكين الزباين من الشراء على مدار الساعه، على مدار اليوم، على مدار الاسبوع، على مدار الشهر، على مدار السنه. وايضا الشركات. يعني انت الان ناو ممكن من البيت تدخل الموقع تشتري. وبعد خمس ساعات ممكن تدخل وتشتري، يعني ما في حاجه اسمها قفل الموقع او كذا، مستقبل الطلبات خلال 24 ساعة. ايوه البحث سهولة البحث، يعني انا الان هو المقارنة زي ما ذكرت اخوكم اماني. يعني انا ايزي جدا ابحث من خلال اكثر من موقع او استخدم البرامج الذكية تجمع لي معلومات عن المواقع والعروض والاسعار، وهذا بالنسبة لي فيه فائدة كبيرة جدا جدا تخليني انا اشتري المنتجات بالسعر الاقل. ايضا سرعه الوصول المعلومات. انا ايزي جدا كزبون اصل الى المعلومه من خلال الشبكه وامكانيه البحث من خلال محركات البحث المتعدده. ايضا بالنسبه لي انا كزبون فوائد التجاره الالكترونيه بتحلي خيارات اكثر والاسعار اقل، وايضا بتحلي الحصول على منتجات بسرعة أكبر، وخاصة المنتجات الرقمية زي ما ذكرت أخوتنا رانيا وأخوتنا حبيب. يعني ال نحن المؤسسات نحن كأفراد بتسمح لنا بالتفاعل مع
الزباين، يعني يكون في قرب بتاع الدردشة. ايوه بيننا نحكي زباين، انا ممكن ادخل موقع بتاع التفاعل بتاع الزباين واسال من المنتج وعيوبه وحسناته، وهذا يتيح لي انا اتعرف على معلومات واستخدامات المنتج وخلافه من خلال يا جماعه الزباين. وهي كسب، انتوا الان زباين يا اختي مها واختي هديل، انتوا زباين كلكم الان بتعرفوا ايش الفائده التي يمكن ان تعود اليكم من خلال دخولكم الى مواقع التجارة الإلكترونية. طيب عيوب أو محددات التجارة الإلكترونية، يعني التجارة الإلكترونية رغم المزايا التي يمكن أن تعود إلينا نحن كمؤسسات أو كزبائن أو كمجتمع، إلا أنها تواجه بعديد من المعيقات والمشكلات والمحددات. العملية لا تحمل ضمانات أكيدة، يعني نشاط التجارة الإلكترونية ما فيه ضمان. ليش؟ لأنه جميع العمليات تجرى دون عقد ملزم بين البائع والمشتري، وهذه قضية. يعني نحن فقط بكون عندك المستند بتاع إرسال الطلب والرد بتاع إرسال الطلب وخلافه، لكن ما عندك مستند قانوني. فالبائع افتراضي والمشتري افتراضي والسلعة افتراضية، دي واحدة. أيضا القضية القانونية، ونحن نتكلم عنها في فصول لاحقة إن شاء الله بصورة أكبر. لا توجد عقود ولا يوجد مستند يمكن أن يحكم عليه الناس إلا الرسائل المتبادلة زي ما قلت، إرسال الطلب والرد بتاع قبول الطلب، فهذه إشكالية. أيضا من العيوب بتاع التجارة الإلكترونية أو مشاكل التجارة الإلكترونية هي قضايا التسلل والانتحال الشخصية والهكرز وخلاف، هذه قضية كبيرة جدا جدا. قبل إلى ذلك لا يوجد قانون دولي يمكن أن يتحكم عليه الطرفان المتخاصمان خاصة في قضية الهكرز وخلاف، يعني ما في تشريع دولي. أيوة يعني قضايا الضمان والإثبات وخلافه كلها تعتبر من العيوب بتاعة التجارة الإلكترونية. طيب نفصل، احنا تكلمنا كلام قبيل عام، من نفصل نقول والله ان معيقات التجارة الإلكترونية يمكن ان تقسم الى معيقات تقنية ومعيقات اخرى عشان يا جماعة غير تقنية نسميها تنظيمية ادارية. طيب نجي نتعرف على المعوقات التقنية. يعني انا لو سألتك سؤال قلت لك تحدث عن مثلا عيوب التجارة الإلكترونية، والله ممكن تقول لي في مشاكل الامن، الهكر، الاثبات القانوني، لا تحمل ضمانات. لكن مرات الاسئلة بتكون يقول لك والله مثلا جميع ما يذكر من المهددات التقنية للتجارة الإلكترونية عادة، او من المهددات التقنية للتجارة الإلكترونية نجد الف وباء وجيم ودال، قد تكون في جماعة واحدة من الاربع. فلا بد أن نفرق ما بين المهددات التقنية أو التهديدات التقنية أو العيوب التقنية والمهددات الغير تقنية. المعوقات التقنية أو المعيقات التقنية للتجارة الإلكترونية هي قدرة الوصول على الإنترنت، ما زال مكلفة في كثير من البلدان، خاصة في تلك البلدان التي حتى الآن ما تكون عندها بنية تحتية. يعني في ناس حتى الآن شغالين بال 3G، ونحن الآن ممكن نقول والله في الفايف جي، مش كده؟ تجاوزنا الفور جي، الآن نحن في الفايف جي، مش كده يا أخوان وإخوات؟ طيب كده هو حتى الآن في 3G، شبكة ضعيفة وما قادر تحل مشاكلها. أيضا البنية التحتية لكثير من البلدان النامية غير كافية، يعني ما منتشرة، يعني ما في يعني لو طلعنا برا المدن الرئيسية في كثير من بلدان العالم لا توجد بنية تحتية، يعني ما في شبكة، وهذه أيضا إشكالية تقنية. أيضا البرمجيات والأدوات التي تدخل في إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية
في تغيير مستمر وسريع. يعني ما ثابته البرمجيات والادوات هي قيش يا جماعه ثابته في هي متغيره بطريقه سريعه ومستمره. ايضا هناك صعوبات في تكامل البرمجيات التجاريه الالكترونيه مع بعض تطبيقات قواعد المعطيات او المعلومات الموجوده في المؤسسات، يعني مرات يكون ما في تطابق ما بين البرمجيات الموجوده لدى شركات التجاره الالكترونيه وبعض التطبيقات الموجوده لدى المؤسسات. ايوه يا اخي احمد، الانفراستراكشر البنيه التحتيه مهمه جدا لنشاط التجاره الالكترونيه. في عيوب متفرقه ممكن نقول والله دي خاصه بجوانب الغير التقنيه، مثلا ثقافتنا احنا لابد من لمس المنتج، مش كده؟ يعني ده عيب، مش كده؟ ده معيقات غير تقنيه، يعني احنا ما بنقدر في المنتج الا نتحسسه، مش كده؟ يلا بعد ذلك نشتريه، وهذه اشكاليه، يعني ما بنشتري منتجات افتراضيه. قوانين التجاره الالكترونيه غير ملائمه بشكل كافي، وزي ما ذكرت فنحن حتى الان لا يوجد قانون دولي واحد متفق عليه بين دول العالم. لا يوجد عدد كافي من البائعين والمشترين، اذا ما في بائعين مشكله، واذا ما في مشترين ايضا مشكله، وايضا السبورت سيرفيس الخدمات المسانده التخليف والترحيل والتامين وخلافه كلها ايضا تعتبر من المعيقات الغير تقنية. طيب التجارة الإلكترونية وأنماطها ومجالاتها. نحن قبل قلنا تطبيقات التجارة الإلكترونية كثيرة ومتنوعة. فعندنا من أنماط التجارة الإلكترونية النمط الذي يرمز اليه بالبي 2 سي، والرموز مهمه بالتجاره الالكترونيه بين المنظمه والمستهلك. يعني مثلا انا ادخل موقع امازون او سوق دوت كوم اشتري، او ادخل مكتب الجرير بالطريقه الالكترونيه واشتري منتجاتها، او ادخل موقع كريم اطلب منتجات، تسمى تطبيقات تجاره الكترونيه بين المنظمه والمستهلك. روايط معانا ان كانت تقنيه او غير تقنيه يا اخوان، اختي غاليه الحبي معانا. طيب هذا نمط من انماط التجاره الالكترونيه. عندنا النمط الثاني هو البي 2 بي، هي التجاره الالكترونيه بين وحدات القطاع الخاص او المنظمات. يعني مثلا ارامكو عندما تتعامل مع سابي بطريقه الكترونيه دي نسميها تطبيقات التجاره الالكترونيه بين المنظمات، مثلا بنك الراجحي مع بنك البلاد بي 2 بي. عندنا تجارة بين الحكومة والقطاع الخاص. الحكومة والقطاع الخاص يرمز إليها بالgovernment to business، يعني التعامل الحكومي مع الشركات أو المصانع يرمز إليه بالgovernment to business. أيضا في تطبيق متعلق بين الحكومة الإلكترونية والمواطنين يرمز إليه بالgovernment to citizens G2C. ما موجود عندنا هنا مكتوب جي 2 سي، هي تطبيقات التجاره الالكترونيه الموجهه من الحكومه للمواطنين. عندنا جفرمنت جي 2 بي بين الحكومه والمنظمات يا اختي مايده، والجي 2 سي او الجفرمنت تو سيتيزنز هي تطبيقات التجاره الالكترونيه الموجهه نحو المواطن. يعني مثلا الان سداد الكهرباء، المويه، الخدمات، الجوازات، ابشر، تسليم المرتبات والمكافآت، المرور، الاحوال المدنيه، الجوازات، خلافه دي نسميها government to citizen، تطبيقات حكومه الكترونيه موجهه نحو المواطن. عندنا نمط ثاني سي تو سي، هو تطبيقات بين المستهلكين. تطبيقات التجاره الالكترونيه بين المستهلكين سي كاستمر تو كاستمر، يعني
يرمز اليها. يعني احنا مثلا انا الان مستهلك عندي سلعه فائضه ممكن اعرضها ويجي مستهلك اخر يشتريها، دي تصير تطبيقات التجاره الالكترونيه بين المستهلكين. في تجاره الكترونيه داخل المنظمات دي من باب ايوه موقع شراعي اختي سي تي سي مثلا، انت البزنس الكترونيك كوميرس التجاره الالكترونيه داخل المنظمات. عندنا التجاره الالكترونيه الخلويه دي اخوان اضافات خمس هاء واو وذا وحاء، دي اضافات يعني ما من باب زياده المعلومه، يعني ما مقرره بالنسبه لكم، ما موجوده في الحاضرات المرئيه. عندنا التجاره الخلويه او التجاره عبر الهاتف، موبايل كوميرس، وعندنا التجاره الالكترونيه التعاونيه نسميها الكلاربريتيف الكترونيك كوميرس، والتجاره الالكترونيه بين النظراء. فنحن يا اخوان لحد عندنا التجاره الالكترونيه داخل المنظمه بصوره اساسيه. طيب مجالات تطبيقات التجاره الالكترونيه، عندنا مجالات التجاره الالكترونيه التسوق بشكل عام، ويقصد هنا بالتسوق هو شراء السلع والخدمات من الشركات او المصانع الكبرى من خلال المواقع، مثلا عندنا بيم عندها موقع، شارب عندها موقع، اس جي خلاف التطبيق يعني امازون سوق دوت كوم نمشي كريم خلاف. عندنا برضه من تطبيقات التجاره او من مجالات التجاره الالكترونيه الكترونيك او سوري البنوك الالكترونيه اونلاين بانك، يعني احنا الان عندنا البنوك تطبيقات البنوك الالكترونيه كلكم الان في جوالاتكم في تطبيقات البنوك تتعامل معها وتستطيع من خلال هذا التطبيق تسدد الفواتير وتعمل التحويلات وتشتري وتبيع من خلال هذه التطبيقات. ايضا تطبيقات متعلقه بالاسهم، يعني شراء الاسهم والبورصات. وانتم عارفين يا جماعه اكثر الجهات التي استفادت من تطبيقات التجاره الالكترونيه هي شركات الاسهم والبورصات. عندنا الكترونيك اكشن المزادات. المزاد هو شنو يا جماعه؟ الشركه تقوم بعرض منتجاتها من خلال الشبكه وتطلب من الجهات الراغبه ان تتقدم بالعطاء ويرسل عطاء لمن يدفع اكثر، ده نسميهم مزاد الكتروني. كل هذا الكلام بيتم بطريقه الكترونيه. عندنا ايضا توفير الوسائط المتعدده والبرامج، ايضا من مجالات تطبيقات التجاره الالكترونيه. هناك مواقع تجاريه متخصصه توفر برمجيات صغيره وصور نادره وكتب الكترونيه والعاب وفيديوهات وموسيقى وخلافه من شنو يا جماعه الاساليب التي يمكن ان تتعامل بها هذه الشركات. طيب عندنا اساليب الدفع في التجاره الالكترونيه، يعني ما هي الطرق التي يمكن من خلالها ان يتم الدفع في التجاره الالكترونيه؟ يعني احنا معروف يا اخوان ويا اخوات التجاره التقليديه طريقه الدفع عندنا عادي ممكن مباشره او عبر الشيك او عبر البطاقه الالكترونيه وخلافه، لكن احنا اساليب للدفع الالكتروني. عندنا البطاقه الائتمانيه وتسمى الكريدت كارد، وعندنا الكترونيك تشيكس الشيك الالكتروني والاونلاين ايميل اكاونت المحفظه الالكترونيه، وعندنا البطاقه الذكيه السمارت كارد. طيب الحين نجيب البطاقه الائتمانيه، هي يا جماعه تسمى البطاقه المدفوعه لاحقا، يعني استخدام المستهلك مقابل الخدمه او السلع التي يحصل عليها، وهي اكثر استخداما في وقتنا الحاضر. الشيك الالكتروني هو يشبه الشيك العادي، يعني هو شبيه لشيكنا الورق العادي التقليدي من حيث مفهوم الدفع، الا انه ياخذ في شكل رساله الكترونيه، يعني ما بيجي زي الشيك العادي، ده بيجي بشكل رساله الكترونيه يتم استكمال عناصرها
كاسم المستفيد ومن هو المستفيد والحامله من والمبلغ والتاريخ، انما يرسل الى موقع البنك يقوم بشراء مع بخصم قيمة الشيك وإيداع في الجهة التي كتب الشيك باسمه. عندنا أيضا المحفظة الإلكترونية أونلاين في ميل أكاونت يقوم فيها المستهلك بفتح حساب إلكتروني خاص في إحدى البنوك، وبعد ذلك يودع فيه مبلغ معين من المال ليتمكن لاحقا من استخدام هذا الحساب للدفع الالكتروني مقابل شراء السلع والخدمات من المواقع المختلفة على الانترنت. وعندما يقوم المستخدم بعملية الشراء يتم خفض قيمة المشتريات من المحفظة الالكترونية، ويمكن اعادة تعبئة المحفظة بمبالغ مالية اخرى عن طريق الايداع او التحويل الى المحفظة. يعني المحفظة كأنما حساب مصرفي يمكنك من خلال شراء جماعة تشتري السلع والخدمات التي ترغب فيها. عندنا السمارت كارد، البطاقة الذكية هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية توفرها البنوك، وهي مزودة بشريحة إلكترونية قادرة على تخزين البيانات اسمك ورقم بطاقتك والقيمة المالية التي تحتويها. ويمكن أيضا أن تستخدم هذه البطاقات السمارت كارد الذكية عبر الانترنت في الاسواق التقليديه، برضو ممكن نستخدمها في الاسواق العامه بصوره اساسيه. فيبقى انا عندي يا جماعه لابد ان اتعرف على هذه البطاقات وكل بطاقه وكيفيه عملها. عندنا البطاقه الائتمانيه والشيك الالكتروني والمحفظه الالكترونيه والبطاقات الذكيه. طيب يا جماعه طرق الدفع بيننا نحن كأفراد ومؤسسات، لكن في أدوات دفع بالنسبة للمنظمات وفي إن شاء الله تتعرف عليها لاحقا. طيب عندنا أساليب الدفع التقليدية، طيب يا إخوان عندنا أساليب تقليدية، والأساليب التقليدية معروفة بالنسبة للدفع. يعني نحن بنعرف كيف ندفع بطريقه تقليديه، الترديشنال بيمنت، الدفع التقليدي معروف بطريقه تقليديه من خلال عرض رقم الهاتف يقوم المشتري من خلاله بالاتصال والاتفاق على كيفيه الدفع الذي يتم من خلال توصيل الشيك او المبلغ يدويا. هناك بعض الشركات تضع عمليه تواصليه، اي يكون هناك عده خيارات لعمليات السداد. يعني نحن الان كثير من عملياتنا بالتجاره الالكترونيه بنحب ندفع بطريقه تقليديه، تقول لهم والله جيبوا لي سلعه لحد البيت وانا شو يا جماعه بدفع، ما بدفع بطريقه الكترونيه لانه خايفين بطاقاتنا تتعرض لهكرز او خلافه. ايضا عندنا التجاره الالكترونيه عبر الهاتف الجوال ثم يرمز اليها بالموبايل كميل او الام كميل، وهي حاله تدمج ما بين نظام الحوسبه والاتصالات اي بين الحاسب والهاتف، وهذه الحاله تقوم بتوظيف وظائف الاتصالات السلكيه الجوال في الانشطه التجاريه المختلفه بين مؤسسات الاعمال والعملاء وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها. وانتم كلكم الان تستخدموا الهاتف الذكي في عمليه البيع وتبادل البيانات والمعلومات بطريقه شنو يا جماعه الكترونيه. انا اتوقف عند هذه النقطه وافتح فرصه ل فيك بالذات يا ماجدة. نحن الآن نزلنا الكويزات تحت اللقاء الأول والثاني، والليلة حننزل كويزات اللقاء الثالث والرابع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. العوائق متفرقة معانا أيوه. فأنا أفتح الفرصة للأسئلة والنقاش. أنا شاكر لكم هذا الحضور. آخر جزئية هي التجارة عبر الهاتف. يعني الآن أصبح الهاتف يستخدم في عملية التجارة الإلكترونية. يعني الآن السلع والخدمات يمكن أن تباع عبر شنو يا جماعة الهاتف. طيب يا إخوان أنا
بعد دفع من الشرائح. فانا في بدايه المحاضرات تكلمت عن الشرائح، فقلت لكم يا اخوان هذه الشرائح اللي انا بدرس منها دي عباره عن شرائح ما مفصله، قلت لكم اكثر تفصيلا بتلقوها في خيال. طبق الى ذلك انا نزلت لكم الحلقات العشر الوظيفه الاخيره كلها. فالمساله واضحه يا اخوان، لكن هذا لا يعفيك من الاستماع للحلقات المرئيه وتعمل مقارنه بينها وما بين موجود في المذكره. ان شاء الله ما تجري كبير، لكن للامان للاحتياطي. ايوه يا اختي ايمان، المقرر ما صعب، ما صعب اطلاقا تجاه الكترونيه، وانتم جيل الالكتروني يعني ما عندكم مشكله. فان شاء الله الاسئله بتكون واضحه، وان شاء الله بتجدوا نصيبكم ان شاء الله من التفوق من جهه الله سبحانه وتعالى. فكري زاد يا اختي تركي، يا اخي تركي. ان شاء الله سبحان الله اختي اماني. التوفيق للجميع. شكرا اختي خلود. شكرا اختي نهى. مرحبا بالجميع. اذا ما في شيء نعلن لكم. ايوه انا الماده دي قاعد ادرسها لي 5 سنوات يا اختي العزيزه. 5 سنوات يا اختي اماني انا قاعد ادرس المقرر تقريبا. شكرا اختي مريم. ان شاء الله رب العالمين. انا ان شاء الله في برضو حنعمل لكم يعني من الحلقات الماضيه نشوف لكم برنامج بتاع تكليف ذاتي. ان شاء الله.